حالة وفاة في السعودية بعد حالة طقس متردية. العقيد عبد الله بن ناصر الراسي والعميد مفلح بن حسين الراسي. فرق الإنقاذ جهدت لإخراج سيارتهما لكن الوقت كان قد فات. الخبر ينتشر على شبكات التواصل والمستخدمون متعاطفون. على أثر حالة طقس متردية وغير معتادة في فصل الصيف، فارق كل من العقيد عبد الله بن ناصر الراسي والعميد مفلح بن حسين الراسي الحياة بعدما أغرقت مياه الأمطار مركبتهما. الرجلان كانا داخل سيارتهما على طريق وادي الخنقة عندما تجمعت المياه في الشوارع وأعاقت حركة السيارة ومنعتهما من الخروج منها. فرق الإنقاذ سارعت للنجدة لكن الوقت كان قد فات وفارق العميد والعقيد الحياة. خبر الوفاة انتشر عبر شبكات التواصل في المملكة وخلق موجة حزن واسعة بين السعوديين. سعوديون كثر تفاعلوا مع تغريدة أحد أقرباء الراحلين متمنين لهما الرحمة ولعائلتهما الصبر والقوة. أحدهم تأسف على الرجلين قائلا إنهما كانا من رجال الدولة ومن شيوخ العرب الذين عرف عنهم النخوة والكرم والشجاعة. وفي السياق ذاته، شهد عدد من المدن السعودية مؤخرا أمطارا صيفية هطلت بغزارة غير معتادة في فصل الصيف. شوارع المدن امتلأت بمياه الأمطار التي تحولت إلى سيول ذات مستوى مرتفع أغرقت عددا من السيارات في الطرقات. هذا المشهد تكرر في الفترة الأخيرة في أكثر من دولة في الشرق الأوسط، وانتشر الكثير من مقاطع الفيديو للسيول تملأ الطرقات وفرق النجدة تتدخل لإجلاء المحاصرين في الشوارع.